أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي طلاب اكتساب اللغة الطور الثاني في شرح لأبرز ما سيتم إعطاؤه في الأسبوع الثاني عشر من كتاب أصدقاء العربية. إذا هدفنا اليوم هو التعريف بمحتويات الأسبوع الثاني عشر. أذكر بالمفاهيم التي سنتناولها في حصة اليوم. المفهوم الرئيس هو الروابط، المفهوم ذات الصلة الأنظمة والأعراف، السياق العالمي الهويات والعلاقات بين قوسين تشكل الهوية. إذا تجمعنا علاقات مختلفة، كيف سنعبر عن هذه العلاقات باستخدام مفردات جديدة نتعلمها من النصوص المقروءة؟ نتحدث فيها عن أنظمتنا، عاداتنا، وتقاليدنا، وأعرافنا. سنتعرف ذلك من خلال دروس الوحدة، وأذكر أيضاً بالرجوع إلى المنصة التعليمية البيسي، والرجوع لما وضع من تقييمات وأنشطة ومصادر في صفحات المنصة، والتي تساعدك في فهم الدروس بطريقة أكبر. أما عبارة البحث والاستقصاء، يرتبط البشر بأنظمة وأعراف لغوية مختلفة تشكل هوياتهم. هذا ما كنت قد شرحته لكم قبل قليل. إذا ستعبرون عن عادات وتقاليد تجمعكم مع بعضكم البعض باستخدام مفردات جديدة تتعلمونها وتستخدمونها في يومكم. الموضوع الأول الذي سنتحدث عنه، كما رأيتم أخذنا درس فهم المقروء وهو الدرس السابع بعنوان في المتجر. بالعادة عندما نقوم بأخذ درس قراءة نقوم بقراءته، التعرف إلى أبرز المفردات الموجودة فيه، والتأكد من فهم المقروء من خلال الإجابة عن أسئلة الاستيعاب فيه، ثم الانتقال إلى استخراج وتطبيق بعض القضايا اللغوية من هذا الدرس، كأن أقول لك مثلاً أعطني اسماً فتقول لي صوفيا، أعطني فعلاً عندما أقول أعدي، ما نوع هذا الفعل من حيث الزمن كما كنا قد أخذنا في الأسابيع السابقة، فقد تقول لي فعل أمر، أريد حرفاً مشدداً، أريد الشمسية والقمرية، أريد مثلاً حرف جر، أريد أداة نداء. هذه جميع الأمور كنا قد شرحناها في الدروس السابقة. ثم كما ترى فإننا سننتقل إلى التدريب السادس من هذا الدرس، وهو يتحدث عن الأعداد المتتالية والأعداد غير المتتالية، والأيام المتتالية والأيام غير المتتالية، والشهور كذلك. فمثلا عندما أقول 1، 2، 3، 4 أنا أقوم بالعد التدريجي، لذلك هي أرقام متتالية. أما عندما أقول 5، 3، 6 أنا لا أذكر الأرقام مرتبة، فهي أعداد غير متتالية، وهذا ما ينطبق على الأيام والشهور. أما الموضوع الآخر الذي سنتحدث عنه هو الحروف المتشابهة كما ترى، ومن هذه الحروف المتشابهة حرف الجيم والحاء والخاء. هي حروف قريبة جدا بالكتابة، ولكن كما تلاحظ ما يختلف هو مكان وضع النقطة فيها، فالجيم في وسطها وصوته إج، والحاء لا يوجد فيها نقطة وصوته إح، والخاء النقطة فوقه ويسمى إخ. سنتعرف بعض المفردات التي تحوي مثل هذه الحروف، كأن أقول خرج، ونتعلم كيف نكتب الخاء في بداية الكلمة، أو مثلا قد أقول فرخ، كيف نكتب الخاء في نهاية الكلمة، وكذلك في جمل أو خاتم أو فرج أو إلى غير ذلك من الكلمات الموضوعة أمامكم. كما سنقوم بشرح مفهوم الضمائر المنفصلة وطريقة استخدامها، هو وهي وهما وهم وهن، فهو للولد الواحد، هي للبنت الواحدة، هما للاثنان البنتان أو الولدان، هم لجمع الأولاد، وهن لجمع البنات.
أذكر بضرورة القيام بمهام أقرأ بالعربية الموكلة لكم في كل أسبوع، وأذكر أيضاً أننا نقوم بأخذ حصة القراءة لأوراق عمل وقصص أخرى أقوم بإرسالها أثناء الحصة، والتي يندرج فيها موضوعات نقوم بشرحها سوياً. أشكر استماعكم، أراكم في دروس قادمة. طبتم وطاب نهاركم بكل أمل وخير.